العلة الدائمة في الموازنة هي اعتمادها على عوامل خارجية يتأثر بها العراق، ولا يمكن خلق حالة من الاستقرار. يعني دائما نحن في الاقتصاد العراقي أو الموازنة مرتبطة بعامل مهم، وهو عامل النفط وأسعار النفط. وبالتالي يجب دائما، طالما أن تكون هناك موازنة تعتمد على عوامل خارجية، يجب أن تكون الموازنة متحفظة وأن تأخذ في نظر الاعتبار أسوأ الاحتمالات. الموازنة اليوم لم تأخذ في نظرها أسوأ الاحتمالات التي ممكن أن تحدث، وكما تكلم سيد النائب أنه سعر البرميل مرتفع جدا، كان من المفروض أن يكون سعر البرميل متحفظا وبحدود 65 إلى 60 دولار، هو بالتأكيد لن يكون بهذا المعدل. ولكن دائما عندما يتم وضع أي موازنة، في الإيرادات يتم أخذ أسوأ الاحتمالات، وفي المصروفات يتم أخذ أعلى احتمالات، وبالتالي يمكن حساب أعلى عجز ممكن أن تصله الدولة العراقية. لذلك يجب أولا أن يتم مراجعة سعر برميل النفط بالدرجة الأولى، أيضا يجب مراجعة المصروفات التشغيلية. هناك زيادة كبيرة في المصروفات التشغيلية وضعت، نتكلم عن 150 تريليون، بينما المعدل في السنوات السابقة كان لم يتجاوز 89 أو 90 تريليون، هناك زيادة 60 تريليون. هذه الزيادة أيضا يجب أن يعاد دراستها، يجب أن يتم العمل على تقليلها ومحاولة زيادة المصروفات الاستثمارية. أيضا لاحظنا وجود الكثير من القروض سواء الداخلية أو الخارجية، وحقيقة يجب أن نفرق بين الخروج لأغراض، عفوا، القروض لأغراض الاستثمار، وبين القروض الخاصة بالمصروفات التشغيلية. هذه أمور يجب أن يتم حسمها في مناقشة مجلس النواب. أنا لا أتوقع أن تسير الموازنة بشكل سلس خلال الفترة القادمة، هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى تغيير من أجل إقرارها وأن تكون موازنة صحيحة وقريبة إلى الواقع.